ابو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا اطعم لحمه بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. ابو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمه مخصوصه لزبايننا الغاليين، والاوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي ال13 امام مسجد المجمع الاسلامي، تليفون 011-46-88-26-75. وفرع اكتوبر الحي الاول خلف سنتر الامل عمارة اجيال، تليفون 012-77-80-45-53. ابو عبد الله الجزار اطعم لحمة واحسن اختيار. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل بنات حواء، وحشتونا جدا. طبعا في البداية لازم نحيي كل أطباء مصر، وتحية وتقدير ليكم إن انتوا واقفين في ظهرنا، خلينا حاسين شوية بالأمان. بنشكركم جدا، ومش هنقدر نوفي كل اللي انتوا بتعملوه علشاننا، لان انتوا فعلا الجيش الابيض. تاني حاجه احب اشكر كل القائمين في القناه على التجديدات والتجهيزات والديكور الجديد، شكرا ليكم جدا وتعبكم. وبنشكر وكاله كوميديا والاستاذ محمد رمضان رئيس مجلس اداره كوميديا. طبعا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، علشان احنا عدينا نص شعبان. بنهنئ كل الامة الاسلامية، يا رب الازمة دي تعدي على خير ان شاء الله، وتعدي بسلام، وان شاء الله نكون في رمضان ونصلي التراويح، ويكون رمضان خير وبركة لنا كلنا. وطبعا مش هننسى اخواتنا الاقباط، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اعيادهم.